هذا رجل يذكر وهو كان في قرية كان بين الزلفي والمجمعة وكان في رمضان، ويقول ما عندنا، يذكر أنه ما عندهم ما يشب عليه لا طعام ولا عندهم تمر، وجوع شامل الناس كلهم. يقول فكرت وقلت بيجي العيد ما معنا ولا شيء، وش فكر؟ فكر قال احتطب وابيع حطب، وقام له نفود الضويحي وقام يحطب كل يوم في رمضان إلين جمع له حمل مطيتين وحملها وساقها إلى المجمعة. وين جاء في السوق مع الشروق وليل الظهر ما حد قال ولا بريال، والناس كله والناس ما بيدها شيء، وصلى الظهر عند مطاياه، جاء العصر وصلى العصر، أذن المغرب وهو صايم ما معه يقول حتى شربة ماء. يقول بعد ما أذن ولذاك الشايب اللي حث مسيره وخطويه سريعة قال يا ولدي أبشير عليك، وش أنت جالس عند مطاياك؟ هذاك القصر، القصر الطيني هذا الأمير بن عسكر، روح له واهد له حطب كذا لعلك تعين قوت فطورك تفطر. الله. قال وانا والله اني شافكوا على هذا الرأي، بسم الله، ويشل مطاياه يسوقها قدامه، وهم جاوا يفتحوا له الدروازة البوابة ويدخلون، قال انا معي هدايا للأمير. قالوا وادخلوا ونزلوا من عليها وعلفوا مطاياه، والرجال ودوه للمضيف وللأمير، وليم قدم له تمر. يقول من الجوع ودي اني اكل التمر وصحنه معه من الجوع. يقول واكل وهو يلتفت لي بنص عين، ما هو ابد، ودار ان الجوع ذابحني. يقول ونقوم ونصلي المغرب ونرجع، ويجيب لي ذيك الجريشه ويزيد. يقول واتعشى الين سمحت ذاك اللي، يقول الين خبطتني العرقه من النعمة اللي عين. يا رب لك الحمد. قال يا طويل العمر أنا معي لك صواغة، أي هدية؟ وإيش هي؟ قال حملتين من إرطة، من الإرطة. قال بيض الله وجهك، وإيش دراك إنه بحاجة حطب؟ يقول الحوش عنده مليان حطب، لكن من تأدب الأمير داري إني جاي جلاب، لكن ما عين من وهداه. يقول وش دراك ما عندنا حطب ونحن بحاجة إلى حطب؟ يقول واستاذن أبغى أمشي. قال الرجال ميدا، قال الأمير يا طويل العمر أصبر أصبر. قال ويجيني ويعطيني شيء. قال وش ذي؟ قال هذه عرقتك يا ولدي تستاهل. يا سلام. يقول وين طلعتهم لين بعشرة فرنسي من الريالات ما شاء الله. إيه. يقولوا لا ما أحد قدي قدي في ذاك الليل. يا سلام. مبسوط وابد. قال واروح واصلي العشاء والقيام مع في المسجد في المجمع. يقولوا نصبح وين اصبحنا، واروح للسوق واحد دكان قال ابغى تمر. قالوا لا الشايب يقرا قرانه وفي دكانه عاين فيه، قال ما عندي تمر. قال الفلوس موجوده؟ قال لا. واقول واطلع الدراهم؟ قال لا. اما ذا الحين؟ قال ويطلع التمر. اختار يا ولدي. يقول واخذ لي كمانتين تمر واحطها على احد المطايا اعادلها عليها ونجيك مروحي. وين جيت؟ عند الوالده. يقول ساعة شافتني وشافت التمر وهي تصيح حسبني الله عليك، حسبني الله عليك، حسبني الله عليك، وتقوم تتعسب. يا يام يا يام. قالت حياتنا كلها يا ولدي عايشين على حلال وتوكلنا حرام سارجة. قال يا يام اسمعيني، يجلس يجلس يا الله يرضى عليك. يقول واجلسها. يقول يا يام هذه قصتي وهذه قصتي وهذه قصتي، هو عينا لنا دراهم وشريت لي بريالين لها التمر وبقي معنا دراهم، وابشرت بيكفينا رمضان كله وشهرين وراه.
قالوا ليري من التعب والسهر والفرحة ما جاني نوم، وين وصلت ونزلت يقول تحس اني خملت شوي. قلت هم برقد شوي، قالوا انا دكي وعيني للأكياس قدامي لا احد ياخذها، فقر وجوع يقول اثرها خرت بعيني. يقول وين صحيت؟ هم لي واحد من الأكياس ما هم موجود ولا واحد ماخوذ منه. قال فصيح ذيك الصيح، قال لأمي تضحك، قالت وإيش صاحبك؟ قال واحد من الأكياس ما هم موجود واحد ماخوذ منه. قالت يا ولدي جميع جيراننا وزعت عليهم كيس. يا سلام. وباقي بعض البيوت ما وصلها شيء وفتحت الثاني وعطيتهم، خلهم ينعمون ذا الليل ولا فيه بيت من بيوت جيراننا هالليلة إلا هو يأكل تمر مثلنا. فالله يجزاك خير ويرحم والديك. هذه نحن في نعمة ذا الحين، والنعمة مثل ما تفضل أبو عبد المحسن إذا لم تشكر تفر. ونذكر الماضي إنهم ما كانوا يجدون شيء، فلنشكر الله ونحافظ عليها حتى إنها تديم. ثم شوف هالناس ما دسوه، عايروا جيرانهم وتفقدوا جيرانهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا طبخت فاكثر المرق وتفقد جيرانك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.